السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين شهوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الكيك لذيذ بزاف. هي كيكه تركيه كيكه الحليب التركيه، لكن انا درت لها لمستي الخاصه، تزيين خاص، وحتى لا جنواز ماشي نفس الكيك اللي مديوره. المهم انا خديت الفكره ديال لاكريم لانها عجبتني، وديجا دايراها نفس الكريم تقريبا في كيكه العروس التركيه، حتى هي كتجي لذيذه بزاف. غادي نقطع لكم طريف باش تشوفوا كيف كيجي من الداخل. شوفوا رطبه بزاف بزاف، عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من لايكاتكم والتشجيعات ديالكم، و بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. وهذا هو الكيك ديالنا، هانتو كيجي لذيذ بزاف، وهاد الجنواز رطبه بزاف بزاف. اللي عجبتها الوصفه ما تنساوش ديروا لايك، ونتلاقاو في طريقه في المقادير وطريقه التحضير باذن الله. السلام عليكم. هذا الكيك غادي نحتاجوا فيه 4 ديال البيضات، نص كاس عنبه ديال زيت المائده، كاس ديال السكر سنيده 125 غرام سكر سنيده، مع 70 مليلتر 75 مليلتر ديال الزيت، هنا جوج كيس ديال خميره الحلوه، مع واحد جوج كيس ديال السكر فاني. انا غندير غير معلقه ديال السكر فاني. طبعا غادي نحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الابيض، مع واحد 3 المعالق كبار ديال الماء يكون طايب، انا ما غير هو كيطيب باش يبقى ليا طايب الوصفه. اش غندير هاد المره؟ يا اما بالعجان بحال هكا ويطرب بالفوي هذا، اولا بالطرب الكهربائي، فبحال غادي نحضروا اون جينواز. غادي ندير هنا البيض اللي دايره، غادي نضيف عليه السكر، وغادي نضيف عليه سكر فاني، غادي نديرو دابا يتخفق حتى يولي عندنا كريمي ويضاعف لينا الحجم ديالو. كيف كتشوفوا درتو في العجان، فغادي نضع على سرعه رقم واحد يتنسجمو غير واحد شويه، وعاد نرفع الفيتاس ونخليه يطرب. طلعت غير شويه كيف كتشوفوا، باقا ما ضعفش ليا الحجم ديال البيض كيف ما بغيت. دابا في هاد يعني في هاد المرحله غادي نضيف هذوك 3 المعالق كبار ديال الماء طايب، غادي يعاونني في الفوليوم باش غادي يطلع ليا الخليط ديالنا. غادي نعاود نشغل ونخليها دابا حتى يضعف ليا الحجم ديالها ونطلعها. هنا من بعد ما طلعت لي هذيك البيض، هانتو كيف كتشوفوا دابا، باش ما نخدمش الخلاط وانا كندوي ويبقى الصوت، غادي نضيف الزيت على شكل خيط وبحال غنطلع المايونيز. من بعد غادي نضيف هذوك 200 غرام ديال الدقيق اللي قلت لكم، ومن بعد غادي نضيف هذوك جوج خمارات، ولكن الخميره والدقيق ماشي بحال كيف ما كنت دابا، غادي نخفض السرعه لجوج، سرعه تكون متوسطه، وغادي نضيف الزيت ونضيف الخميره ونضيف الدقيق. المهم انتم غتشوفوا معايا الطريقه بالفيديو، غير انا ما غندويش.
غادي ندوزو نوجدو الكريمه ديالنا اللي غادي نزينو بها هاد الكيك ديالنا. فغنحتاج 250 مللتر ديال القشده الطريه اللي طلعتها هكا على شكل شونتيي. الا ما عندكمش القشده الطريه ممكن ديروا علبه ديال بودره الكريم شونتيي اللي طربوها مع 250 مللتر ديال الحليب يكون بيان كلاصي باش طلع لكم. غادي نحتاجو 250 مللتر ديال الحليب رابعه، شويه سكر فاني، ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال النشا. غادي ناخذ المعلقه كاينه، غادي ندير ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده. غتقولوا لي كثرتي السكر لانه ما غتجيش حلوه. علاش؟ لان القشده الطريه راها مسوسه. غادي ندير معلقه كبيره ديال النشا، وغادي ندير السكر فاني، وغادي نخلط هاد المكونات بالفوي، وعاد غادي نديرها دابا كطيب حتى تولي عندنا كريمه. خلطوها باش ما تطورش لينا وهي كطيب. صافي غادي نديرها فوق البوطه حتى نوصلوا على نحصلوا هذه راها مهلبيه، نحصلوا على قوام ديال المهلبيه. هنا كيف كتشوفوا مني صارت لي هذيك المهلبيه ديالنا، غادي نخليها حتى تبرد، عاد غادي نضيف على القشده الطريه ونعاودو نطربوهم مع بعضياتهم. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما بردت لي هذيك المهلبيه ديالنا، غادي نضيفها على الشونتي اللي انا وغادي نعاود نطرب بالطراب حتى نحصلوا على الكريم خفيفه وما كتجيش قاصحه بحال الشونتيي بوحدو. الكيكه ديالنا من بعد ما طابت وخرجتها من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي اسفنجيه يعني جينواز اللي سهله وبسيطه. هنا خديت كاس ديال الحليب، هذا غير حليب بارد، دوت فيه سكر فاني وغادي نسقي به الكاك ديالنا. نسقيوها مزيان، فبلا ما نديرو ما بغيتش ندير السيرو باش ما تجيناش عاوتاني الكاك حلوه بزاف. درت غير اللي بغى يدير السيرو يدير السيرو. هانتو كتشوفوها الكاك دافي ولكن الحليب بارد باش كتشرب لينا. هذا هو السر من الاسرار باش الكيك كتشرب هذاك السيرو ديالنا في اي كيك اي بسبوسه. هذه هي الطريقه. دابا غادي نحاول نفرغ فوق من هذه الكريمه. انتو كي كتولي كريمه خفيفه ما تجيش بحال الشونتي ثقيله اولا بحال الكريم باتيسي عاوتاني ثقيله. غادي نفرغ هاد الخليط ديالنا ديال الكريمه فوق هذا الكيك وغادي ندخلها للثلاجه. الا كانت الثلاجه وما زربانينش بها فغادي نخليوها على الاقل واحد ثلاثه السوايع في الثلاجه. الا كنا زربانين بها وباغين يعني نتناولوها فنديروها في المجمد ساعه ونخرجوها. شوفي انت واش زربانه ولا زربانه. زربانه باتي نعرف. صافي غادي نقاد لها السطح ديالها نسويه
هذه كتبقى خفيفة، هاد الكريمة ليجير يعني خفيفة، غادي نبقى معها حتى نقاد ليها السطح يعني نسويه، وغادي ندخلها الثلاجة وغادي نخليها لأطول فترة حتى تقبط ليا هاد الكريمة وتبرد مزيان، وعاد غادي نطلقها ونزينوها مع بعضياتنا. تزين انا غادي ناخذ غير صوص كراميل او ممكن صوص الشوكولا، وغنديرها على شكل خطوط فيه. نتلاقاو ملي تبرد الكيك ونبغيو نزينوها مع بعضياتنا. الكيك ديالنا هو هذا، مني دخلته المجمد خليته انا جوج سوايع، خديت الغليقات اللي عندي في الدار ديال القريعات اللي عندكم وحطيتهم على هذا الشكل. هذا هو التزيين اللي غندير، وغادي ناخذ الكاكاو، هذا الشوكولات ديال الحليب ماشي الكاكاو المر، وغادي ناخذه وغادي نغبره على الكيك ديالي كامل. فغتجينا كيك على شكل شموع او كيك الشموع بحال هكا، نعمروها كامله مزيان. ممكن نديروا الكاكاو المر الا بغيتوا بحال هكا. ودابا غادي نزول هاد الغليقات وغير بشويه غادي نحاول هاد القريعات نزولهم بشويه بحال هكا. حتى نخويهم كاملين. هنا غادي ناخذ حبات من القرنفل وغادي نحاول نغرسهم بحال هكا، كانها ديال الشميعات بحال هكا. صافي، وغادي نقدموها بالصحه والراحه. الكيك ديالنا من بعد ما كملتو في التزيين قدامكم كيف شفتو كيجي على هذا الشكل. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، لانها فعلا لذيذه بزاف. وكيف كتشوفوا ممكن نديروه حتى هكا في اعياد الميلاد، مناسبات او لا بلا مناسبات. كيف كنقول لكم دائما نبرعوا غير راسنا حنا، ما نتسناوش حتى تكون شي مناسبه. اللي عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.